يا مرحبا. سابقا ما كنا نراه على شاشة السينما هو يشبه تماما مشاهد التصوير الحقيقية بنسبة 99%، ولكن مع التطور في عالم التصوير وتكنولوجيا الفن السابع الحديثة والتي تمنحك القدرة على إضافة أي مؤثرات بصرية ونقلك من عالم إلى عالم آخر، تغيرت تلك الفرضية. كل ما نحتاجه اليوم هو استديو وخلفية خضراء أو زرقاء، والباقي مؤثرات بصرية. لذلك أصبحت مشاهد الفيلم الحقيقية تختلف تماماً عن ما تراه على الشاشة. اليوم رح نحكي عن أفلام حققت نجاحات كبيرة في عالم السينما، ولكن تم تصوير أغلب مشاهد هذه الأفلام في استديوهات داخلية مع إضافة بعض المؤثرات لتصبح أفلام سينمائية حققت نجاحات وأرباح كبيرة. يلا نبدأ. رح نحكي اليوم عن فيلم Life of Pi. في أحد المشاهد بنشوف البطل بيقضي معظم المشاهد على قارب في وسط البحر مع وجود نمر على هذا القارب. في الحقيقة لا يوجد لا نمر ولا بحر ولا قارب أصلا يصلح للأبحار. الفيلم بشكل كامل تم تصويره بتقنية الكروما، والنمر كان مؤثرا بصريا فقط. أما في المشاهد القريبة التي كان من المفروض أن يكون هناك تفاعل بين البطل والنمر، كان يتم استخدام دمية زرقاء لإضافة المؤثر المطلوب. طبعا راح اترككم لتشوفوا جزء من هذه المشاهد، كيف تم تصوير هذا الفيلم، ما هي الخدع البصرية التي تم استخدامها في هذا الفيلم. رح نكمل بسلسلة نحكي فيها عن كيفية تصوير الأفلام وعرض الكثير من الخدع البصرية التي أمتعتنا وأعجبنا بها. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعم القناة. تضلوا